سمعكم انا طالبه من الطالبات اللي كنسكنوا في الحي الجامعي المضيق في الملاليين اللي خصيص قصرا يعني للبنات بوحديتهم. الحي جا في منطقه يعني نائيه شبه نائيه بعيده بزاف على الكليات سواء الاداب العلوم الاقتصاد قانون الكليات كلهم جا بعيد. حنا كنعانيو في اول حاجه ما عندناش النقل يعني الا بغينا نجيو غير الكليه ديال الاداب مثلا كنضربوا ساعه لساعه وربع للطريق غير باش نوصلوا كليه كليه الاداب وكليه القانون والطريق يعني خايبه بزاف شبه نائيه حتى هي كنكونوا دايزين يعني الطوموبيلات كيتبعونا مواطر اللي على رجلهم فكل شيء كيتبع يعني كيتبعك كنتعرضوا للتحرش بزاف كنتعرضوا للتحرش بزاف بنسبه كبيره بزاف. وبالنسبه للبنات اللي كيقراو في كليه العلوم وكيقراو في كليه ديال اصول الدين كيضربوا مسافه هي طويله بزاف على رجليهم غير باش يوصلوا كيوصلوا الربان الملاليين يعني تقريبا 45 دقيقه غير باش يوصلوا تما يشبروا الطوبيس باش يديهم حتى للكليه يعني راه كيتعطلوا بزاف كياخذوا وقت بزاف باش يوصلوا الطريق يعني تكون دايزه تقدر تلقى قدامك اي حاجه مسيبه قراعي تشرب كلشي مسيب يعني الدنيا شويه خايبه بزاف. المطالب ديالنا حنا عندنا مطالب يعني اللي هي بسيطه بزاف انهم يوفروا لنا غير النقل بثمن مناسب حيت كانوا ديجا جابوا لنا النقل في فتره الامتحانات ولكن داروا لنا 5.50 الطوبيس كيدي ما كيرد ما والو وكيحط يعني بعيد بزاف على لافاك. حنا بغينا يجيبوا لنا الطوبيس يكون بثمن معقول وبغينا يحلوا لنا حتى ما عندناش نهائيا ما عندناش شنو سميتو الريستو ما عندناش الداخل في الحي نهائيا اربع شهور ما كيقول لنا مارشي 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 باقي ما دخلوش مارشي. وبالنسبه للبقال حتى هو ما عندناش نهائيا في الحي لدرجه اننا كنضربوا عطيني 45 دقيقه غير باش نمشيو للبقال وبديك الطريق اللي هي خايبه بزاف سقطو ملي كتكون الشتاء الغيص يعني الدنيا مغيصه كامله. حنا كنطلبوا انهم يجيبوا لنا غير المطالب ديالنا البسيطه ما كنطلبوش شي حاجه كبيره وكنتمنى صوتنا يوصل ويتسمع ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. انا طالبه قاطينا بالحي الجامعي الملاليين اللي مسمي حي المضيق الفتيات البنات فقط. انا كطالبه في كليه العلوم كنعانيو كان خصنا نخرجوا في 6 الصباح باش نشبروا كنتمشاو 40 دقيقه على جلينا يلا حنا نوصلوا للرومبوان عاد كتسنى الترامبيه كتسناها وعاد ما كتوصلكش للكليه عاد خصك تهود لرجلك على الكليه يعني كنتعذبوا كتمشي في الصباح الظلام تما كاين الشماكريا كاين قراعي ديال الشراب مهرسين في الارض وبلاصه نائيه ابسط الحاجات بعادين علينا شي وحده لا مرضات لا طاحت ما كاينش تما كلشي بعيد ما كاين لا اوبيتال قريب لا حتى حاجه. الحانوت خصك تضرب 20 دقيقه في وسط الغيص باش تمشي للحانوت. الطالبات فاش كتكون شتا اليوم الصباح كانوا ماشيين بالميكات مغطيين في ديك الحاله هذيك حيت ما كاينش الترامبيه اللي تديهم تن الكليه. الويفي ما كاينش المكتبه ما عندناش زعما كتب مكتبه عندنا غير قاعه مطالعه فتحوها مؤخرا. المطالب ديالنا اهم حاجه بالنسبه لينا هي الطوبيس حيت حنا ماجيين باش نقراو خاصنا نتنقلوا لديك الكليه هذيك والناس ديال اصول الدين عندهم الحضور اجباري خاصهم يحضروا يعني هما كيتكرفسوا اكثر من شي واحد زعما من كليات اخرين. المطالب ديالنا خاصنا الطوبيس اول حاجه الطوبيس المراه خاصنا يتفتح المطعم اللي تما من شحال هذه هما كيوجدوا له باقي لحد الان ما تفتحش. خصنا الحانوت يكون قريب لينا مارشي يكون قريب لينا في وسط الحي اللي نقدروا ما يمكنش انا مجه من كليه العلوم خاصني نجيب معايا بالتقول في ديك الطريق هذيك نجيب معايا الخضره ديالي وهادي اش من ساعه غنوصل بزاف د الاكراهات كاينه. السلام عليكم انا طالبه في كليه الادب والعلوم الانسانيه تطوان. كيف ما كتعرفوا بان كاين مشكل ديال اللي كيعانيو منه الطالبات ديال الحي الجامعي الملاليين. الحي اللي يلاه تبنى ويلاه دخلوا له الطالبات هذا العام. هذا الحي هذا كيعاني واحد مجموعه ديال المشاكل او ان الطالبات في هذا الحي كيعانيو واحد مجموعه ديال المشاكل اللي كتعرقل السير العادي ديال الدراسه يعني كتعرقل داك العمليه ديال الدراسه ديالهم. من اول مشكل ولا من اكبر المشاكل هو المشكل ديال النقل الجامعي. من البدايه ديال العام كانت واحد معركه نضاليه هنا في الكليه حول النقل الجامعي يعني
ان يكون واحد الخطوط اللي كتربط الكليه ديال اصول الدين، الكليه ديال العلوم في سطوان، الكليه ديال الاداب، الكليه ديال القانون، والكليه ديال الايكونومي اللي تفسحات جديده في سطوان بالحي الجامعي. كانت هذه المعركه، وكان واحد الحوار على اساس ان غادي تفسح او غيتعطى هذا الخط من هذه الكليات هذه الحي الجامعي، يعني لان طالبات تما داك الحاجه في واحد المنطقه اللي هي معزوله. هذه المنطقه اللي هي يعني جات في واحد وسط واحد الارض فلاحيه اللي ما كيوصلهاش تما ترونسبورت وما كاينش تما النقل. طالبات تما كيبقاو كيضربوا داك الطريق ديال 4 كيلومتر على رجلهم، كيعانيوا واحد العزله تما، ما كاينش تما الحانوت، على الاقل ما كاينش حتى مستوصف. شحال من طالبات تما سخفات، شحال من طالبات تما تحرقات وما لقاتش مستوصف. يعني هادو واحد المشاكل اللي هي ممكن نتفاداوها، ولكن المشكل الرئيسي هو النقل. هذا النقل هذا كيف ما قلت ان الطالبات تما كيعانيوا العزله، كيضربوا تقريبا واحد 4 كيلومتر على رجلهم غير الطالبات ديال الاداب مع الحي الجامعي. فاش كيخرجوا في الصباح بكري كيتعرضوا لهم تما الشمكاره، كيتعرضوا للتحرش، شحال من مره تما كتبعهم الطوموبيلات. يعني واحد المشكل اللي بصح حشومه ان تقول في 2022 كاينين مسؤولين اللي كيهتموا، حشومه تقول راه كاينين مسؤولين في هذا البلاد. لان بصح كيبان بالملموس بان هاد المسؤولين هادوما ينهجون سياسه الاذان الصماء. علاش سياسه الاذان الصماء؟ لان كان حوار في البدايه ديال السنه من بعد واحد المعركه نضاليه اللي هي طويله، كانت المقاطعه ديال الدراسه على ارضيه ديال الملف المطلبي اللي فيها هذا النقل الجامعي، وعملوا حوار وقالوا بانهم غادي يدرسوا كيفاش يربطوا الخط بين هذه الكليات وبين الحي، ولكن كلقوا ان دازت 4 شهور وما كاين حتى شي جديد بخصوص هذا الملف هذا. يعني حنا كطالبات كنشوفوا بان هذا النقل الجامعي هو واحد الحق مشروع، وواحد الحق للمسؤولين زعما خصهم يكونوا كيفكروا فيه، لان هاد الطالبات في نهايه المطاف هما الابناء ديالهم، يعتبروهم الابناء ديالهم، البنات ديالهم. خصوصا حنا كنعرفوا البنت صعيب عليها انها تدوس في الليل، يعني حنا عارفين شنو كتعاني البنت مع هذا الواقع هذا ديالنا. على داك الشيء حنا كنحاولوا اننا نشهروا بهاد المعركه النضاليه هذه اللي كياخذوها الطالبات ديال الحي الجامعي الملاليين. النقطه الرئيسيه فيه هي النقل الجامعي اللي ما كاينش، النقط الاخرى هي المستوصف، هي الحانوت، هي المطعم الجامعي. حنا كنعرفوا ان رمضان ماجي، الطالبات ما فين غادي ياكلوا؟ الا الطالبه غتجي حتى للخمسة د العشيه مهلوكه، ما كاينش النقل اللي غادي يوصل، يعني غتضرب هذيك المسافه على رجلها، عاد خصها توصل، عاد خصها تطيب، عاد خصها تعمل واحد مجموعه الاشياء. واش غتصلي؟ واش غتطيب؟ واش غترتاح؟ يعني شنو غادي تعمل؟ يعني كاين واحد مجموعه ديال المشاكل اللي سبقنا وخدينا واحد المعارك نضاليه عليها، ولكن لا سواء جامعه رئاسه ديال جامعه عبد الملك السعدي، ولا سواء البشويه، ولا سواء مدير ديال شركه، ولا سواء المسؤولين على الحي الجامعي، كينهجوا واحد السياسه ديال الاذان الصماء، انهم ما حاولوش انهم يتفاعلوا مع هذا الملف هذا بواحد الشكل اللي هو جدي، وبواحد الشكل اللي بصح كيعبر على انهم كيخافوا على المصلحه ديال الطالبات اللي هما في نهايه المطاف ابناء الشعب. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.